يمكن احنا اخدنا في برضه في المقدمه المصطلح اللي هو المعروف باسم الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس، وزي ما قلنا كلمه بروتيوبرانس يعني بروز وبيبقى موجود بره على الاوكسيبيتال بون فبنسميه اكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس. طيب بيطلع منها لاين كده بنسميه السوبير نيوكال لاين، ماشي. نيوكال لاين ديت اللي هي ايه؟ المؤخره بتاعت الراس من ورا، كلمه نيوكال يعني الراس من ورا، خلاص. طيب لاين خط سوبيريور لان في واحد تاني او خط تاني تحت انفيريور، الانفيريور نيوكال لاين. فانا على مستوى برضو تبقى انت فاهم كده ان انت على مستوى الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس بيبقى في عندنا هنا لاين يسمى السوبيريور نيوكال لاين. طب تحت مستوى الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس الانفيريور نيوكال لاين. في دكاتره كمان يقول لك فوق مستوى الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس في لاين كده بنسميه الهايست نيوكال لاين اللي هو اعلى واحد، ماشي. وده خط تخيلي يعني، تمام كده. يبقى انا عندي السوبيرو نيوكال لاين والانفيرو نيوكال لاين، دول موجودين على العظمه، تشوفهم على السكال على الجمجمه مرسومين هنا على الاطلس اهو. في خط تخيلي كده الهايست نيوكال لاين، ماشي. طيب حلو. في كمان عندنا معلومه مهمه قوي، انت لما طبعا ده كده خلاص ده الانفيرو نيوكال. في عندك هنا حاجه اسمها الاكسترنال اوكسيبيتال كريست، برضو خط كده بارز او مش خط بقى يعني حته بارزه كده بنسميها ايه دي؟ الاكسترنال اوكسيبيتال بريست كريست، بريست ايه؟ الاكسترنال اوكسيبيتال كريست. وكلمه كريست الفرق ما بين كريست وبروتيوبرانس، لان انا عندي كده ايه بروتيوبرانس وكريست. البروتيوبرانس كلكيعه، انما الكريست خط كده، خط بيكون بارز، ماشي. طيب يبقى انا عندي المصطلحات الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس، وبينزل من البروتيوبرانس دي كريست هنا الاكسترنال اوكسيبيتال كريست، وبيطلع من البروتيوبرانس بيطلع منه السوبيرو نيوكال لاين في نفس الليفل والانفيريور نيوكال لاين في الليفل اللي هو تحتيه، وفي فوق كمان فوق الهايست نيوكال لاين. هنبدأ ناخد يعني حاجة حاجة منهم. هنبدأ معاك بالاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس. أول حاجة في التعريف الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس هو لاين ميد واي بتوين ذا لامدا اند ذا فورامين ماجنم. تقول لي يعني ايه التعريف ده؟ نجيبه على 3D. الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس يقع ان ذا ميد واي بتوين ذا لامدا اند ذا فورامين ماجنم. هي فين اللامدا؟ اهي اللامدا بتاعت الفيزياء، خدناها شويه واحنا في الفيزياء. بص مش عارف انا قلت لكم الحته دي ولا لا قبل كده، بس دي شبه الايه؟ فاكر انت العلامه بتاعت اللامدا كان بيبقى فيها حته حتى كمان كده، العلامه بتاعت اللامدا في الفيزياء، تمام. طيب كده. طيب مهم يعني، يبقى ما بين اللامدا وما بين الفورامين ماجنم، الثقب اللي هو بيبقى في السكال من تحت ده بنسميه الفورامين ماجنم. الفورامين يعني ثقب، وماجنم الفورامين العظيم، الفورامين الكبير ده اكبر فورامين في السكال. انا عندي هنا ادي اللامدا وادي الفورامين ماجنم تقريبا يعني في الميدوي ما بينهم، ده الميدوي اهو، ده الوي يعني ما بينهم، ده الميدوي تقريبا اللي هو الحته اللي في النص ما بينهم اللي هي الايه؟ الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس. وبالتالي الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس يقع في الميد واي في منتصف المسافه ما بين اللاندا والفورامين ماجنم. ده اول حاجه. تاني حاجه بنعرفها عن الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس اتس سنتر كولد انيون. لما نيجي هنا على الاطلس ادي الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس، تمام كده. السنتر ده كل ده البروز، كل الحته دي كده السنتر بتاع البروز نفسه اسمه الانيون، الدقه يعني مقطعه بعضها، ماشي يا سيدي، ماشي. طيب كل ده يلزمنا في الامتحان؟ لا، اللي يلزمنا بقى اللي هقوله لك دلوقتي. ممكن يعلم لك على البروتيوبرانس ده، يقول لك قول لي ايه اللي بيمسك في البروتيوبرانس ده. زي ما احنا شايفين يا شباب كلنا، ادي الاوكسيبيتال بون هنا وادي البروز بتاعنا اللي هو الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس. لو انت لاحظت معايا كده هتلاقي هنا في كده ايه ليجامنت كده طالع كده اسمه الليجامنتم نيوكي او اسمه النيوكال ليجامنت، وده ليجامنت لسه هناخده في النك ان شاء الله قدام يعني. المهم انا يا راجل كان يلزمني في العمل ايه؟ ان انا اعرف ان النيوكال ليجامنت ده بيطلع 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 لغايه لما يسلم على الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس. فلو جه علمني في الامتحان على الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس هتقول لي بيمسك فيه حاجه اسمها النيوكال ليجامنت. في حاجه كمان الترابيزيوس ماسل، عضله كده في عندنا حاجه اسمها الترابيس، خلاص كده الترابيزيوس ماسل. ممكن نبعد شويه عشان نشوف الترابيزيوس. ادي شوف ادي ده شكل الترابيزيوس ماسل، كل ديت الايه؟ الترابيزيوس ماسل، خلاص كده كل دي ترابيزيوس ماسل. طبعا في حته من